بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نبدأ على بركة الله هذه الحصة من الكتاب مدرسي، نشرح الدرس ونشرح المكتوب. إذا كما نشوف لي الغرامير، لي زانديكاتور دو ليو، لي زانديكاتور يعني العبارات الدالة على المكان، يعني ظرف المكان. Premièrement, lis le dialogue avec tes camarades. اقرأ الحوار مع زملائك. إذا عندنا ناريمان. Allô, Amira, où es-tu? Allô, Amira, où es-tu? Ou هنا avec accent, يعني أين تدل على لما نسأل على المكان. Amira, je suis en voiture avec grand-père. قالتلها je suis en voiture, أنا في السيارة avec grand-père, مع جدي. Nous sommes tous près de la grande, nous sommes tout près de la grande librairie El Kitab. Nous sommes tout près de la grande librairie El Kitab. Nous sommes tout près, يعني قريب جدا من المكتبة الكبيرة. Librairie معناتها مكتبة. La grande librairie يعني المكتبة الكبيرة. هذه المكتبة اسمها El Kitab، يعني العنوان الاسم تاع هذه المكتبة هو El Kitab. Nariman, écoute. Afouan. Nariman, écoute. Tu continues tout droit. Katla, toi, c'est lié tout droit, yani le koudem. Au premier rond-point, tu tournes à gauche. Yani, fil rond-point qui marhiben naf sora. إذن هذا هو لغون بوان، هذا يعني جاي دائري، نقطة دائرية. إذن هذا هو لغون بوان. قالت لها tu tournes ورانا tout droit tu tournes à gauche، يعني عند هذا لغون بوان قالت لها دوري أو تمشي إلى اليسار à gauche. Puis au dernier feu de signalisation، يعني عند آخر إشارة الإشارة هذيك الضوئية، tu tournes à droite، يعني عند لما توصلي للإشارة الضوئية تدوري على اليمين. tu t'arrêtes en bas de la rue أمير عبد القادر. تتوقفي قتلها أسفل، يعني قاعد تحت عند شارع الأمير عبد القادر. au numéro 50، عند الرقم 50. voilà c'est facile، قتلها هكذا سهل. Grand-père, je fous le grand-père, je réponds. Ah, on n'est pas loin. Alha, ah, inana laïsa ba'idin. Dans 5 minutes, nous serons au musée national du Mujahid. Alha, fi 5 daqayq, menna ala 5 daqayq, rayhin nkounou fi le mathaf el watani ta' el Mujahid. Ah, on n'est pas loin. Ah, nahnu lasna ba'idin. Dans 5 minutes, fi 5 daqayq, nous serons au musée national du Mujahid. Nkono fil mathaf el watani li el Mujahid. Idan petit 2, plutôt 2, répond aux questions. Ajib ala al as'ila. Où sont Amira et son grand-père? Aynahum yani Amira ou jadha. Où sont Amira et son grand-père? Nerjou lel nas nchoufou. Chofi Amira wach qalat lma qalat lha Nariman où es-tu? Ayna anti? واش قالت أميرة؟ جو سوي اون فواتور، عفوا، جو سوي اون فواتور افيك غران بير، نو سون تو بخي دو لا غراند ليبراري الكتاب. إذن هنا عرفنا وين راها أميرة وجدها. قالت لها جو سوي اون فواتور افيك غران بير، راني في السيارة مع جدي. رانا قراب من المكتبة الكتاب، مكتبة الكتاب. إذن هذه هي أو سون سون غران بيغ إي أميرا. بوتي بي، كالي لادغيس دو موزي ناسيونال مجاهد؟ كالي لادغيس، ما هو عنوان لو موزي؟ هو المتحف ناسيونال الوطني المجاهد، يعني ما هو عنوان المتحف الوطني للمجاهد؟ إذن كيفاش نستخرجوا العنوان يا ترى؟ إذن نولوا للنص. شو شقت هنايا؟ Tu t'arrêtes en bas de la rue. يعني أسفل الطريق. الشارع. La rue معناتها الشارع. كي سميتو هاد الشارع؟ اسمه أمير عبد القادر. إذا عرفنا دركا الشارع اسمه الأمير عبد القادر.
ونميرو الرقم عند الرقم 50، يعني 50 رقم 50 من شارع أمير عبد القادر، هذاك هو المتحف تاع المجاهد. فوالا سي فاسيل. اذا لادريس دو دو ميزي ناسيونال دو مجاهد اي 50 رو أمير عبد القادر. هذه هي لا ريبونس. Troisièmement, relis le dialogue, puis trouve le contraire des indicateurs suivants. اقرأ الحوار ثم أوجد le contraire يعني العكس تاع les indicateurs suivants يعني تاع الدلالات المؤشرات التالية. À gauche, إذا نحوسوا عليها في le dialogue. À gauche, العكس نتاعها هو إذا نقرأ ونتصيبوه. إذن الكتاب فوالا تو دغوا. إذن هنا هذا هو كونتخيغ تاع أغوش دغوا نو بلوتو هنا أدغوات أغوش معنتها أدغوات. هذه هي أدغوات. ثانيا لوان، لوان معنتها بعيد. لو كونتخيغ تاعها هو بخي بخي قريب. إذن هادو حفظوهم سوغي سيغتان تحتاجو في الوضعية. Au premier, premier يعني الأول، العكسها الأخير. Au premier إذن معناتها لو كونتخيغ تاعها هي نشوفو إذن كلشي تلقاوه في النص. Au dernier، au dernier. إذن دائما لما يقولو لكم الكونتخيغ وبيان لو سينونيم نتوما دائما تجبدو على حساب الكلمة. إذا كانت الكلمة فعل معناتها الكونتخيغ لي يطلبوه منكم ولا السينونيم يكون فعل فيرب. إذا كان أدجيكتيف معناتها لازم يكون أدجيكتيف. إذا كان أدجيكتيف فيمينان لازم تلقاوه أدجيكتيف فيمينان. إذا كان أدجيكتيف مثلا ماسكولين بلوريال لازم تلقاوه أدجيكتيف ماسكولين نفسه يعني يكون متطابق. إذا كان عبارة عن أدفيرب يعني كما هكذا ظرف مكان ولا ظرف زمان لازم يكون أيضا هو ظرف مكان. كما هنايا أغوش كاين غط كاين دوا بصح مكاينش أدوا. عندنا أكسون يعني هاد لا بريبوزيسيون حرف الجر. إذا لازم نلقو الكونتخيغ تاعها تاني فيها أكسون كيما هنايا لي لقيناها دركا لي لقيناها. إذا هادي أدغوات. لوان أدفيرب وحده كاين بخي. عندكم أو بخوميي كاين أو أ أو هادي سي أون بريبوزيسيون. أو بخوميي إذا لو كونتخيغ تاعها لازم يكون كيفها اللي هي أو ديغنيي. عندكم وأخيرا أو 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 أن أو أو في الأعلى. إذا لو كونتخيغ تاعها يكون كيفها أيضا اللي هي وراها شفناها أتون أون با ألوغ وراها أون با شتاغي دركا ألوغ فوالا أون با هايليك أون با. Quatrièmement, décris l'intérieur du salon et en complétant par sur, derrière, devant, près. Décris, décris, معناتها اوصف l'intérieur, يعني داخل. L'intérieur, يعني داخل du salon, تاع القاعة. Salon. إذا اوصف داخل تاع القاعة en complétant. En complétant, يعني بملء. ملء. Complété, يملء. En complétant par bi. Sur, matala, derrière, wara'a, ou khalfa, devant, amama, près, qarib. Idem, haydik, hay salon. Rihin, durka, atawna hnaya. Le grand fauteuil est derrière la fenêtre. Idem, wara le grand fauteuil, haylik le grand fauteuil, ou haylik la fenêtre. Ya hal tara, le grand fauteuil hada, bech, kifash mtwadda. أمام أم خلف أم بجانب. إذن نقولوا رانا نشوفوا باللي راح أمام النافذة يعني قبل النافذة راهي وراءه. إذن هو نقولوا راح أمام النافذة يعني واش نديرو devant. إذن نقولوا grand fauteuil est devant la fenêtre. عندك l'armoire se trouve le petit fauteuil. L'armoire يعني الخزانة. هاي ليك الخزانة l'armoire. هاو ليك le petit fauteuil. إذن الوضع تاعه l'armoire راهي أمام أو خلف. خلف خلف en français يعني derrière. هاي لا derrière. إذن نقولو l'armoire se trouve derrière le petit fauteuil يعني خلفه أو وراءه.
عندك لو بو دو فلور اورانج. لو بو يعني البقال، لو بو المزهريه ولا الاسيس دو فلور اورانج، يعني اللي لونه اورانج، لونه برتقالي. اي فراغ دو غران فوتوي. اذا نحوسوا اولا على لو بوكال هذا، لو بو هاوليك اورانج، لا كولور تاعه اورانج، وهاوليك لو غران فوتوي. اذا بالنسبه للفوتوي راه امام ام خلف ام بجانب؟ راه اكوتي، راه قريب، راه بخي. اذا واش نقولوا؟ هيا عطاونا بخي. اذا نقولوا لو بو دو فلور اورانج اي بخي دو غران فوتوي، بجانب يعني او قريب من الاريكه الكبيره. عندك دو ليفغ سون فراغ لا طابل، وراهم لي ليفغ هاوليك لي دو ليفغ، وهاي ليك لا طابل. اذا بالنسبه لا طابل وراهم الكتب، راهم فوق ام تحت؟ راهم فوق. اذا عطاونا كلمه وراها، عطاونا سور. اذا سور هي فوق، واش نقولوا؟ دو ليفغ سون سور لا طابل. اذا خلاصه القول معناتها هاد الكلمات اللي كتشوفيهم اغوش لوان او بروميي اون با وشنو تاني سور ديرير دوفون بري اكوتي، هادوما كامل هما لي زانديكاتور دو ليو، يعني عباره عن كلمات او عبارات تدل على المكان، يعني كيما نقولوا لهم باللغه العربيه ظرف المكان. اوكي دونك نشوفو سانكيام واش قالنا. افيك تا طون كاماراد، يعني مع زميلك ولا زميلتك. كونتينيو لا ديسكريبسيون دو سالون، اكمل. كونتينيو يعني اتمم او اكمل، لا ديسكريبسيون يعني وصف، لو فيرب ديكريغ هذا اسم الفيرب لو نون داكسيون، ديسكريبسيون وصف يصف وصفا. اذا ديسكريبسيون معناتها وصف، هي اسم الفعل وصف. C'est le nom du verbe décrire. Alors, continue la description, يعني أكمل الوصف du salon, تاع القاعة. En utilisant les indicateurs de lieu suivants. باستعمال, en utilisant, لازم تعلموا هذه الكلمات، هذه المفردات. En utilisant, باش يحط لكم الأسئلة والنصوص تكون عندكم فكرة عليهم وتكونوا فاهمينهم. En utilisant, يعني باستعمال les indicateurs de lieu suivants, يعني ظرف المكان، هذه الكلمات الظرف اللي تمثل لنا تعبر لنا على المكان. واش عطاونا؟ عطاونا او في الاعلى، او سونتر في الوسط، او دوسو سو معناتها تحت، كاين او دوسو و او دوسو. او دوسو افيك او يو اس معناتها الاسفل، سو كيما نقولوا سو لا طابل. او دوسو avec us qui m'assure يعني فوق. اذا سو اللي تكمل بالاس او يو اس وتنطق سو معناتها اسفل، او دوسو سو اللي تكمل بالاو معناتها اعلى. اذا سو دوسو كيما سو، او دوسو كيما سور. عندك دان كوتي من جهه، de l'autre côté، de l'autre côté من جهه اخرى. دان كوتي من جهه، de l'autre côté من جهة أخرى. loin 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 معناتها بعيد. إذا au-dessus فهمناها. devant devant معناتها أمام. إذا واش قال لك هنايا؟ قال لك أكمل الوصف تاع هذه القاعة باستعمال هذه الكلمات. إذا واش رانا نشوفو؟ إذا واش هما الصوالح الحوايج اللي ما وصفوهم الناس في هذاك الوصف هذا؟ إذا مثلا ما عطاوناش على لو بيتي فو، نو خلاص عطاونا بيتي فو تاي. مثلا هذا اللي نعلقوا عليه المعاطف، المعلاق تاع المعاطف نقولوا له ايضا فرونسي لو بورتمونتو. اذا راه متواجد بعيد، بعيد على ماذا؟ مثلا على الارائك. نقولوا مثلا لو ايليا لو بورتمونتو كي سو تروف لوان. اذا عطاونا كلمه لوان، لوان دو كوا دي فوتوي. مثلا واش عندنا تاني؟ عندنا هنايا لو مور. لو مور واش فيه؟ في هذه لوغلوج، الساعه الحائطيه، لوغلوج ميغال، وهذا ان كادر اون فوتو. اذا نقولوا سور لو مور ايليا، ولا او دوسو دو مور ايليا لوغلوج اي لو كادر ولا لا فوتو دان كوتي من جهه. اذا نستعملوا دان كوتي من هذه الجهه ومن هذه الجهه الاخرى. اي دو لوتر كوتي واش كاين؟ كاين هادي اون فوتو دو لا فامي، وكاين هادي هاد الحيه، هادي الرف كيما نقولوا حنا بالعربيه، الرف تاع الحائط، لي طاجير. لي طاجير واش فيها؟ فيها درابو اي ان ريفاي.
إذن بهذا رانا استعملنا تقريبا نفس كل الكلمات. إذن شقولو ما درناش او سونتر، نقدروا نقولوا مثلا او سونتر واش كاين او سونتر. بون سي با لا بين تحطوهم كامل، نتوما على كل حال كملوا الوصف بطريقتكم، ماشي شرط تدو كامل الكلمات اللي عطاهم لنا، ربما تدو 3-4 على كل حال على حسب ما تقدروا. والان راني وجدت لكم جوبونس. اذا بالنسبه للاجوبه، الاجوبه الشفهيه، اذا الاجوبه تاع عطيناها درناها شفاهيا، هذه كتابيا. اميره اي سون غران بير دون اي سون غران بير سون طون فواتور بري دو لا غروند ليبريري. الكتاب لادريس دو موزي ناسيونال دو مجاهد اي 50 رو امير عبد القادر. ثوازيامون، اذا ترتيب الكلمات اللي نملؤها في النص، ا غوش ا دروات لوان بري. ثم عندنا او بروميير او ديرنيير او اي اون با. رابعا ترتيب الكلمات ايضا، دوفون ديغيير بخي سور. هذا استغفر الله، هذا فيما يخص لو كونتخيغ، ا غوش كونتخيغ تاعها ا دغوات، لوان بخي، او بروميي او ديغنييي، او اون با. وهنايا ترتيب الكلمات اللي نعمرو بهم النص، اذا دوفون ديغيير بخي سور. إذن وفي الأخير بالنسبة للوصف تاع تكمل الوصف تاع القاعة، إذن وجدت لكم حاجة بسيطة. إذن لوان دي فوتوي، بعيد عن الأرائك، إليا أن بورت مونتو، يوجد معلاق للمعاطف. إي أو دوسو دو مور، يعني على الحائط، اون اورلوج اي اون فوتو دان كوتي، من جهة، اي دو لوتر كوتي، ومن الجهة الأخرى، اون فوتو دو فامي، صورة للعائلة، اي اون ايتاجير مورال، يعني هذاك الرف الحائطي، افيك ان درابو اي ان ريفي، يعني محطوط عليه علم والمنبه. اذا هذه هي. وبالتالي أتمنى لكم التوفيق، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.